تشارك وزيرة التنمية المحلية من العوض في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي، وذلك لاستعراض جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة وتوفير التمويل المطلوب الذي يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية والمضي قدما نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.